موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها واحد، يعني أول هذه البيوع المنهي عنها البيع بعد أذان الجمعة. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم. والخلاف بين العلماء في صحة العقد، فذهب بعضهم إلى بطلان العقد وفساده وإثم الفاعل، وذهب بعضهم إلى صحة العقد مع إثم الفاعل الكبير في ذلك. والخلاصة أن الاتفاق بين العلماء على إثم الفاعل، وإن اختلفوا في صحة العقد، لقول الله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد خالف أمر الله عز وجل بالسعي إلى ذكر الله وترك البيع. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.